عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايب ألفي ومطبخ فوفا. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة كرواسو بالشوكولاتة. الطريقة بتاعتنا برضو إن شاء الله هتبقى سهلة وجميلة جدا، وأنا عملته الصراحة وخطير. شوفوا أنا لسه مطلعاه من الفرن، شوفوا مرة إزاي وجميل إزاي، شوفوا شكله خطير الصراحة، والعجينة بتاعته جميلة جدا وهشة جدا. فيلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا عملناها إزاي. شايفين بقى يا حبايبي المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ معايا انا 5 كوبايات دقيق، وحط عليهم ذرة ملح، ومعايا كمان معلقة خميرة ومعلقة سكر، وكوباية لبن، ونص كوباية زيت، وكوباية مية دافية، ومعايا بيضة. خدت الصفار لوحده والبياض، حطيت فيه كيس فانيليا، ومعايا معلقة بودر، ومعايا كمان معلقة خل والنشا. ماشي، احنا النهارده الطريقه بتاعتنا ان شاء الله هتكون سهله وبسيطه، وتعالوا نشوفوا بقى الخطوات بتاعتنا هنعملها ازاي. هنحط حبايبي كوبايه الميه زي ما انتم شايفين كده، وحط عليها الخميره والسكر، ماشي، وهحط كمان كوبايه اللبن، كل المكونات السائله مع بعضها، واحط نص كوبايه الزيت، وحط كمان البيضة وعليها الفانيليا. ماشي، ادي المكونات بتاعتنا، نقلبها كده مع بعض زي ما شايفين بالطريقة دي. طبعا انا حتى وحط كمان معلقة خل، الخل بيدي هشاشة للعجين وبيبقى حلو جدا. زي ما شايفين كده قلبت المكونات مع بعضيها، وهبدا ان انا احط الدقيق واحده واحده كده. زي ما انا قلت لكم انا حطيت معلقه ذره ملح عليه، والدقيق بقى انا اشوف حسب ما يعجن معايا، لو يعني عجن حسب ما تشوفي العجينه معاكي. ماشي، اشوف بقى ايه هيحتاج دقيق تاني ولا لا. احط معلقه البودر، وهبدا ان انا اعجن العجينه كده، اشوف هتحتاج دقيق تاني ولا ايه. هي شكلها لسه هتحتاج دقيق تاني، انا معايره 5 كوبايات وقلت اما اشوف هي، لا لسه شوفوا شكل العجينه عامل ازاي، هتحتاج دقيق تاني. انا بقول لكم عشان الدقيق بيختلف من نوع لايه للتاني، في دقيق بيربط على ال5 كوبايات كده ويبقى خلاص كويس، وفي دقيق لا بيحتاج، يعني في نوع تاني بيحتاج ان انت تحطي دقيق. شايفين يا حبايبي العجينه بتاعتي لما عجنتها، او الطبق يعني مش ملزق فيه عجين ولا حاجه، اهو بالطريقه دي، وهسيبها ايه انها تخمر شويه. طبعا ما تنسوش المقادير، انا هقول لكم المقادير تاني عشان ما تنسوهاش. معايا 6 كوبايات دقيق، هي خدت 6 كوبايات دقيق، انا كنت معايا 5 بس، هي خدت كوبايه كمان، ومعايا كوبايه ميه وكوبايه لبن ومعلقه نشا، ولا النشا بقى حسب ما نحتاج واحنا بنفرد العجينه، ومعايا معلقه خل ومعلقه بودر ونص كوبايه زيت، ومعايا كمان بيضه، خدت البياض وحطيت عليه فانيليا، وسبت الصفار علشان ابقى ادهن بيه الوش، ومعايا ايه كمان، وكده المقادير بتاعتنا يبقى مظبوطه. واسيب العجينه بقى تخمر شويه وهرجع لكم بقى نشوف هنعملها ازاي. العجينه بتاعتي حبايبي خمرت زي ما انتم شايفين كده، وهبدا بقى ان انا ايه اقطعها. شايفين بعد ما خمرت شكلها عامل ازاي. هحط بقى ايه شويه دقيق كده، حاجه بسيطه، ماشي، وهبدا ان انا اقطعها كور بالطريقه دي، كل واحده بقى ايه حسب الحجم اللي انت عايزاه. شوفوا اهو كده، اهو بالطريقه دي كده، ادي واحده اهو زي ما انتم شايفين. احاول قدر الامكان ان العجينه كلها ان انا اقطعها تبقى قد بعضها، ماشي. وطبعا انا مجهزه معايا الزبده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، ومعايا الشوكولاته اللي انا هحشي بيها الكرواسون، وهبدا ان انا اقطع الكميه كلها، وبعدين بعد ما اقطعها بقى هاجي لكم.
شايفين يا حبايبي، انا سبت العجين بتاعي شويه اهو، شوفوا رفع ازاي. وهبدا بقى ايه ان انا اقطعه على ايه، على الدقيق. هفرد دقيق حاجات بسيطه وهبدا ان انا افرده كده زي ما انتم شايفين. احاول قدر الامكان برضو ان انا ايه اخليها مدوره. واحدة تانية اهي حبايبي بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. انا بفردها اهو، خلاص هي اتفردت كده معايا. انا عايزة السمك ده وهبدأ ان انا احطها على اللي انا فردتها قبل كده، واحط بينهم رشة نشا، رشة بسيطة جدا. ابدأ اعمل واحدة تانية من اللي خمرت اكتر، وحاولي ان انت ما تزوديش دقيق علشان ايه ما يلبسوش معاك. شايفين الطريقة؟ هي عملت معايا كده، هو ده السمك اللي انا عايزاه، مش عايزاه اكتر من كده. وهحطها بقى ايه ويا اللي قبليها، وبرده رشه نشا بسيطه كده بينهم وبين بعض. شايفين يا حبايبي، انا بدات خلصت فردت العجين بتاعي بالطريقه دي، وبقيت احط بين كل واحده واحده شويه نشا، حاجه بسيطه كده، رشه بسيطه. وهبدا بقى ان انا ايه اخد ثلاث وحدات مع بعض اهو زي ما انتم شايفين كده، افردها كده واحط ايه الزبده، الزبده بتاعتي انا مسايح حته زبده عشان تبقى سايحه بس شويه، تبقى لينه معايا. وهبدا ان انا احط زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي، واحط بقى ايه رقه تانيه كمان، واحد كمان. وبرده اعمل نفس الحركه دي برده اهو، الزبده مش مهم انها تكون مستويه فوق بعضها، احنا هنظبطها ان شاء الله في الفرد. واخد واحدة تانية، انا هعمل ثلاث وحدات بس فوق بعض ماشي بالطريقة دي. بس الاخيرة بقى انا مش هدهنها ايه، مش هدهنها سمنة، وهبدأ ان انا افردهم بالنشابة تاني اهو زي ما انتم شايفين كده. حاول بس ايه ان انا افردها كويس، هي اتفردت مني في حته مش مشكله. زي ما انتم شايفين من جوه كده لبره، زي ما انتم شايفين بالطريقه. وهبدا ان انا بقى ايه اقطعها زي ما انتم شايفين كده، قطعتها اهو بالطريقه دي اهو، شايفين كده. وهبدا بقى ايه ان انا هعملها نصين، اقسم دي كمان ودي من هنا برضو ماشي، ودي كمان واحده زي ما انتم شايفين كده. وهبدا ان انا كل واحده اقطعها كده من الوسط كده عشان تفرد معايا اهو زي ما انتم شايفين. وطبعا انا مجهزه الشوكولاته بتاعتي مقطعاها، هي الشوكولاته الخام بتاعت المطبخ اللي احنا بنستخدمها. وهوريكوا بقى اهي بالطريقه دي، احط واحده بقى هنا زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا ابرم معايا كده وافرد في نفس الوقت من هنا، شايفين اهو لازم الفرده دي اهو بالطريقه دي. اعمل واحده كمان واحطها، اكون مجهزه صينيه فيها زيت واحط فيها ارص فيها. هعمل لكم واحده كمان اهو زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده، وهبدا ان انا امسكها كويس من فوق، اهم حاجه ان انا امسك من فوق اهو زي ما انتم شايفين كده. ممكن ان انا اتنيها كده اهو زي ما انتم شايفين، واعمل واحد كمان. طبعا الطريقه سهله جدا جدا، واي حد ممكن يعملها لو مبتدئ يعني كمان.
وهبدأ ان انا ارص الباقي بقى واعمله في الصينية واوريه لكم. شايفين زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا خلاص خلصت العجين كله، حشيته بالشوكولاته وجهزت الصفار البيضه بتاعي اللي انا كنت عيناه، وحطيت عليه كيس نسكافيه سريع الذوبان او قهوه سريعه الذوبان اللي هو بجنيه ده. وهبدا ان انا ايه احط الوش بقى، ادهن الوش كده زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي اهو، ادهنه كله. وبعدين بقى ايه احطه على ايه في الفرن على درجة حرارة عالية، مش بسيطة يعني، او درجة حرارة صغيرة زي البسكويت، لا دي بتاخد درجة حرارة عالية شوية. وهسويها بقى واحطها في الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع. شايفين يا حبايبي ادي كده النهارده الوصفه بتاعتنا خلصت، انا حطيتها في الفرن وطلعتها زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. وشوفوا هي برده اهي هشه معايا ازاي وجميله ازاي اهو، هي لسه سخنه طبعا. وبكده الوصفه بتاعتنا تكون خلصت النهارده، ويا ريت بقى ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب.